خرج واحد المقال أو مقالات في الصحافة يتحدث عن يعني عن واحد التغييرات، وربما كاين يتحدثوا عن ارتباك داخل قناة ميدي ان تي في. تنعرفوا هذه القناة، التوجه ديالها اللي هي كان توجه تخدم كمنصة فيها نقاش حول القضايا الوطنية وكذلك القضايا الدولية. كنتوا تتكونوا دائما من المساهمين يعني في النقاشات داخل هذه القناة، لا انت السينا عملة السي عبد الرحيم الناصليمي. على ضوء هذاك النقاش اللي في هذا اللي جا في هذه المقالات، شنو هي القراءة ديالكم؟ واش نتوما لمستو شي حاجة، لمستو شي تغير يعني لا في الخط التحريري لا في البرمجة لا في سي عبد الفتاح السي محسن؟ غادي نقدم انا واحد هذه القناة اللي هي ميدي ان. تقريبا تواجدت معهم انا تقريبا واحد المدة ديال 15 عام، تقريبا 15 عام ديال الحضور معهم، وبزاف ديال الناس طرحوا عليا اسئلة خلال الاسابيع الماضية كيقول لك علاش ما بقيتيش كتطلع في القناة، علاش ما بقيتيش كتطلع في القناة. بمناسبة انا كنت كنكون متعاقد معهم لسنوات وطورنا واحد تجربة. غنقول لك انا عرفت اشخاص مزيان انني نهضر عليهم. عرفت في القناة السي عثمان النجاري، وعثمان النجاري راه الصورة عندك السي محسن، تقلب السي محسن الصورة عندك، قلب الصورة السي محسن. محسن وقيلا ديكونيكتا كاع. قلت بأنه أنا كنعرف فيها مجموعة ديال الناس اللي دازوا. نقدم شهادة في حق السي عثمان النجاري، هذا أستاذ ديالنا كاملين. عثمان النجاري هذا من القيدوميين ديال الإعلام ديال التلفزيون وديال الإذاعة في المغرب، باش نكونوا واضحين، وماشي على المغرب، كنهضر على العالم العربي والمنطقة المتوسطية، لأن هذا الرجل اشتغلت معه أنا عن قرب وأعرف ما أقول. عثمان مشى، السي عثمان مشى، وهذا أنه حرام يضيع بحال هذا الشخص هذا. أنا كنهضر عليه لأن السي عثمان دوز الإذاعة ديال ميدي أن في البداية ديالها الإذاعة، وكيعاود شي حوايج تما من المؤسسين الأولين، ومن بعد جا التلفزيون وأسس التلفزيون في البصمات ديالو، وعشنا معاه لحظات اللي كتكون فيها خاص يكون فيها الحضور ديال 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 الخبره. رجل ما يتقلقش، كيضحك، كيعرف كيفاش يحتوي الازمات. انا تفاجات مشى السي عثمان. مؤخرا كاين جوج مديرين شباب طالعين، انا تهما عشنا معاهم مرحله طويله بصراحه، ونشهد بالخبره ديالهم. وانا كنت كنعتقد بانه كنقول هادو مديرين كسبوا من المغرب. شكون هما؟ سي نبيل دريوش صديق ديالنا، خلي الصدقة، متقارف الدكتورة غير مؤخرا، عنده إلمام بالتجارب، خاصة التجربة الإسبانية اللي كنحتاجوها في هذا الوقت هذا. وربما ها هو الكتاب ديالو، هذا معروف نبيل اللي قدر يجيب وزير الدفاع السابق الإسباني، وجابوا التلفزيون تما ودار معه حوار وانتزع منه موقف. وسي سعيد العربي في البرامج، سي سعيد هو خبير، وهذو ولاد هذو كلهم رجعوا للور، بدون انه كاينه واحد المجموعه. انا بحال الناس سمعت بانه تعين شي مدير جديد. هذا المدير الجديد ما غندخلش في تفاصيل اخرى، هذا المدير الجديد كان في فرانس 24 كان فيها، وكان في سكاي نيوز. كيبان بان التجربه ديالو ماشي غنقولوا شي تجربه، انا كنعرف سكاي نيوز كنعرفها مزيان، فرانس 24 حنا السي عبد الفتاح حتى كتعرف، ربما في المرحله اللي كان هو كان علينا حنا اللائحه السوداء، وفي سكاي نيوز اللائحه السوداء ملي كان هو. القضيه شكون هو كذا، انا لا اعلاميا ما كنعرفش انه عنده شي بصمات كبيره اعلاميا سميه، ولكن كاينه كتقرا البيانات ديال النقابه وكتقرا هذه الحوايج. انا كنطرح سؤال، شنو واقع في هذه القناه؟ لان هذه القناه كان عندها دور، بلا ما ندخلوا في تفاصيل شنو النقابات، هذه القناه كانت فيها خبرات وكان عندها الدور اللي كنعرف انا ان هذه القناه هذه دراع من الادروع ديالنا حنا في الخارجيه،
شنو كدير انا في الـ في الـ في الخارج كنهضر في الملفات الخارجي معنا كتعبر على الصوت ديال المغرب كتنقل الصوت ديال المغرب للخارج بمعنى هذه المساله عندنا انجازات كتسوق كيتم التسويق ديالها في الخارج عندنا حدث حنا الاولين بالمناسبه كانت واحد القضيه ما بقاتش الان كان كيوقع شي حدث كنبداو المباشر مباشره وكيمشيو معنا المغاربه هنا وبرا وسميتو كانت في الفتره ديال الجزائر وهذه قالت لي من طرف المدير العام سي خيار نفسه انا واحد مره قال لي يا ودي ملي كانت الايام ديال 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 بوتفليقه ملي كان غادي يبدا الحراك وكذا باننا حنا كنتشافوا تما في الجزائر كيشوفونا اكثر من اكثر من الدار البيضاء في العاصمه الجزائر اذا معنى هذا كنلعبوا واحد الدور قال لينا هذه القضيه حنا كانت قالت لنا بان كنتشافوا تما دابا اللي لاحظت انا مباشره القناه ما بقيناش كنعرفوا البرامج ديالها اللي كانت بمعنى القناه ما بقاتش بالطريقه الاخباريه ما بقاتش بالطريقه ديال البرامج السياسيه القناه غاده في الاتجاه غتولي بحال الام بي سي والام بي سي نديرو بحالها ما يمكنش نديرو بحال الام بي سي واش حنا محتاجين الام بي سي في المغرب لا انا في نظري كاينه القناه الام ديالنا حنا القناه الاولى كنعرفوها التاريخ ديالها وكذا كنعرفوا دوزيم حتى هي راه دا الانجازات ديالها هذه كان عندها واحد الدور راه الدليل على ذلك ان البرامج مثلا بان لي واحد النوع ديال البرامج ما بقاوش سولونا الناس حنا انا واخيلا كانت شي جوج اتصالات ولا كذا ما جاوبتش لان ما بقيتش عارف انا ملي كنسمع بحال هذا الشيء هذا ما بقاوش واحد المجموعه ديال الناس اللي كنا كنعرفوا ما صعيب انك تتعامل انك تتعامل اعلاميا بهاد 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 الطريقه هذه اذا لحد الان كنتسناو يخرج شي توضيح لانه القناه بزاف ديال الكتابات عليها خاص يخرج شي توضيح ديالها شنو واقع كنا سمعنا بان واحد سمعنا بان شي جزائري من دوك المنتجين ولا رئيس التحرير ضرب شي مغربي تما في الاول كانت خرجات ما خرجاتش واحد المجموعه ديال الامور خرجات في الصحافه من المفروض انه يخرجوا ويديروا واحد يديروا واحد سميتو يديروا واحد الكومينيكي يقولوا ودي ها الوضع كي داير علاش كاين هذاك البيان اللي خرج ديال النقابه بهذيك الطريقه شنو الاسباب ديال هاد الامور اللي كاينه لان هذه قناه ماشي ديال واحد ماشي ديال جوج ماشي ديال ثلاثه هاد القناه راه تجربه هذه تجربه قضيه شكون الصحفي اللي فيها هذا موضوع اخر ولكن انا شخصيا كنتعامل مع الناس اللي يمكن انني كنعرفهم انا ربما ما بقاتش عندي شي علاقه كبيره ما بقيتش عارف شنو وقع تما لانه مشاو الناس اللي كنعرفوهم وكنظن بانه حتى هما طريقه المنحة اللي مشاو فيه ما بقاوش محتاجين لانه احيانا حنا الخطاب ديالنا ربما ما بقاوش محتاجين لان غير واحد المساله لاحظتها مؤخرا ولاو كيجيبوا معارضين جزائريين كيهضروا على الجزائر الظاهره ماشي صحيه انا نهضر معك اعلامي دابا انا خلي مناطقي كاستاذ ماشي صحيحه ما كداش علاش ما غنطيحوش حنا بالفخ ديال الجزائر كتجيب مغاربه بحال هاد دريس فرحان واللي كنا نهضروا عليه وحال ضربه عاد تجيبهم تما القنوات الجزائريه لا حنا عندنا مغاربه اللي كيحلوا الوضع في الجزائر ومقبولين ما غنجيبش انا داك شوقي بن زهره واحد سميتو تما لانه عنده واحد القناه في اليوتيوب شوف شكون هو شوقي بن زهره نجيبو نطلعو تما باش يحلل الاوضاع في الجزائر لا تما كاينه موضوعات الجزائر يسمعونا حنا موضوعات انتخابات تيك توك استاذ رحيم لا وما ماشي ما كدارش باش تجيب مثلا نجيب انا معارض باش يهضر لي على الجزائر لا مغاربه كيناقشوا هذه القوه اللي كانت عندنا حنا هذه القوه اللي عندنا ربما حنا الخطاب ديالنا ما بقاش مقبول ما بالنسبه لهم شوف شنو كاين انا جوج مرات ملي تغيرت هذه الاداره جوج مرات وقع الاتصال بي انا ما جاوبتش لانه انا باش يعرفوا الناس واحد القضيه البرامج اللي كنا كندوزوا فيها انا كنت كنقترح ثلاثه ديال المواضيع في الاخبار ثلاثه ديال المواضيع كنقترح انا كندير المبادره ثلاثه ديال المواضيع ملي كيتختار منهم موضوع كنكتب خمسه ديال المحاور كيفاش غيكون النقاش راه كنا كنلعبوا الدور كامل ماشي كنا فقط كضيوف وكان ربما في اللحظات ديال الازمات الكبيره كانوا كيلقونا كيعيط عليك باش يعرفوا الناس يعيط عليك في خمسه دقائق كتطلع في المباشر هذا الشيء ما بقاش تغيرت القناه طبيعي حنا ولاو عندنا التلفزيونات ديالنا اللي هما التلفازه ديال سي محسن دابا كاينه خدامه كتشاف سي محسن نعاودو نقولوا البرنامج راه ديالنا كاملين ريس فرحان الله يعين عينينا كاملين دعوه التضامن محسن الدعوه لا ما يمشي داوي راسو لان
لان مشات لي هذيك ال 20000 درهم مشات. انا واحد القضيه على القضيه ديال ميديا عندي واحد التعليق حتى انا على هذا الموضوع ديال ميديا غير باش الناس يعرفوا هاد ميديا شنو هي ميديا بالضبط شنو هي ميديا علاش دارت ميديا هي كتعاود كدير واحد التجربه دوليه دارت في سياقات اخرين وكتحاول التجربه ديال ميديا تمشي في نفس الاتجاه. شنو هي هاد التجربه؟ من تقريبا بدايه هاد الالفيه الثالثه بدات بعض الدول مثلا كنتكلم على فرنسا او لا تتكلم على بريطانيا هادو هما اللي بداو هاد التجربه انهم كانوا عندهم اذاعات قدام اذاعات راديويات قدام دوك الراديويات كيصاوبوا التلفازات بحال مثلا مونتي كارلو صوبات فرانس 24 بحال البي بي سي الاذاعات البي بي سي صوبات التلفازه ديال هذه البي بي سي. هاد التجربه ديال انهم راديويات يصوبوا التلفازات ومن بعد ولات هاد التجربه داروا هاد الدول الاخرين مثلا بحال الصين الشبكه ديال الصين ديال سي سي تي في بحال الشبكه ديال روسيا اليوم روسيا توداي هاد المؤسسات اللي ولاو كيداروا تلفزيونات كديرها يعني كدير فواحد الدوله معينه ولكن كتخاطب الراي العام الاقليمي والدولي ما تخاطبش الراي العام الوطني. حنا ميديا من الخيمه خرج ميلي ميديا دارت باش تكون بهذا المنطق يعني الفكره الاولى على اساس تكون تلفازه مغربيه ولكن كتخاطب الراي العام الدولي الراي العام ما كتخاطبش الراي العام المغربي. حنا التلفازه ديال ميديا نهار دارت مر الاول تسمات تلفازه دوليه كتناول القضايا الدوليه ولكن كتخاطب غير الراي العام المغربي باش يعطيو هذا البعد. يعني المدير الاول اللي كان داك الفرنسا واللي قبل من العزوزي وعاد جاسي العزوزي شنو داروا فكروا اسمح لي سي الرحيم هذا فاش فكروا قالوا باش نقدروا الدو التلفازه خاطب لنا الراي العام الدولي ارا نجيبوا ليها صحفيين ماشي مغاربه نجيبوا سوريين نجيبوا جزائريين نجيبوا كذا نبداو نفكروا في صحفيين ما يكونوش غير مغاربه نديروا تشكيله مختلفه. طبيعه الحال باش دوله تكون عندها تلفازه من هذا الحجم راه كنتكلم راه المغرب راه لولا انه كاين انفتاح اعلامي كاين تطور كاين واحد المنطق سياسي واعلامي جديد في المغرب من خلال من سنه 2000 المغرب اختار واحد التوجه ديال الانفتاح وديال الرفع. راه المغرب دابا اكثر سقف ديال حريه التعبير كاين في العالم العربي وكاين في القاره الافريقيه كاين في المغرب. راه المغرب راه هو الاول دابا في على مستوى السقف العالي ديال حريه التعبير وديال مروحه واسعه ديال الاختيار. وملي كيجي شي مسؤول على راس التلفازه كيجي وكيكون عنده الحريه يعني كيتصرف كينفذ توجهاته وجهات نظره واختياراته وتجربته وخبرته. هاد الميديا مشات في هذا الاتجاه ولكن وقعوا مجموعه ديال الاختلالات اللي وقعوا هو انه ولا ملي كيجيك مثلا صحفي من خلفيه جزائريه ويخدم في القناه كيولي كيضرب ويزقل كيبقى كيجيب معاه شي شويه ديال التجزائريات. حنا المغرب بالمناسبه ما عندناش مشكل مع مغربي من اصول جزائريه او مغربي او جزائري كاع يخدم في المغرب راه ما فيهاش مشكله نهائيا ولكن الاعلام عنده واحد الحساسيه ملي كيولي هو جزائري خدام في القناه ولكن يقدر يبدا كيدير بعض الحساسيه ولكن اسمح لي باش الفكره ديالي تكمل مكتمله. ملي كيجي جزائري ويخدم لك في المغرب كيولي كيخدم ديك التجزائريات ديالو بواحد الطريقه اللي في واحد المجال حساس ماشي جزائري خدام في المعمل ديال اولا في مصنع ديال المحركات او جزائري خدام في مصنع ديال المواد الغذائيه لا هذا الاعلام بمعنى فيه الراي يقدر يجيب السيمانار ويبدا كيتلاعب معاه واحد التلاعبات معينه ويضيق عليه او يبغي يدوز بعض الرسائل بطريقه معينه وخاص عبد الرحيم ما ساهلش ليه ما ساهلت واحد ولكن هاد المساله خطيره. طبيعة الحال كنقول المغرب مختلف المغرب عنده هاد السقف يقدر يجيب جزائري يخدم في المغرب بوسيله اعلام رسميه في الجزائر راه مستحيل انه مغربي يخدم حتى في معمل ديال لا عندهم اصلا شي معمل اسمه شناعه راه ما يخدمش فيه. فبالتالي هاد المناخ اللي كاين في المغرب هاد الاختيارات اللي كاينه في المغرب هاد التوجهات اللي خلات واحد الوقيته يولي عندك صحفي جزائري يخدم في المغرب او مغربي من اصول جزائريه ماشي مهم وما مطرحش مشكله الموضوع اصلا ولكن ماشي دولة بالموضوع بالموضوع هو انه وقع واحد الانفلات في السنوات الاخيره في ميديا. هذا الانفلات اللي وقع وليتي كتلقى مهنيا ماشي كنتكلم من انفلات بمعنى لانه كان شي مشكل قانوني راه كاين المؤسسات القانونيه راه الميديا تعمل في اطار القانون كاين المؤسسات اللي خدمتها هذه ولكن على المستوى المهني ملي وليتي كتلقى سؤال ضيف او مذيع كيتكلم اكثر من الضيف يعني حتى مهنيا ما بقاش كيدير الصحافه ولا كيدير حاجه اخرى وكاين على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال الصحافيين في ميديا ما كيديروش كيبغي يهضر اكثر من الضيوف كتقدر تلقاه هو جاي كيسولك ولكن ولا عنده موقف داك الشيء كتقول انت يعني ماشي انت اللي مسؤول على كلامك ولا هو الصحفي اللي كيسولك ولا هو مسؤول على داك الشيء كتقول انت على مواقفك في حين انه القناه خدات هذا الخيار
ديال انه يكون عندها التوجه ديال الحريه، سقف عالي ديال النقاش ميديا، هادشي ما ينقرو حتى شي واحد، سقف عالي. وحنا كنا كنناقشوا في ميديا، ناقشنا مواضيع كثيره كنناقشوا بسقف عالي جدا، يعني حتى الضيوف كان عندهم وجهات نظر اللي تقدر توصل لواحد المستويات متقدمه. هادشي كاين نسجلوه، لكن هادشي اللي كيدار في الاشهر الاخيره مما يتعلق من اقاله سي نبيل وسي سعيد العربي وهم يلاه استلموا مهامهم يتم ابعادهم، تضييقات اللي كدار، انا نقول لك سامي المدني، سامي المدني رئيس تحرير، وسامي المدني هو رئيس ديال الشبكه ديال الصحفيين الشباب، وكيحضر كيمشي لجنيف وتيدابز مع الجزائريين تما، وفي مواضيع ديال الاستعراض الدولي الشامل في جنيف. ما عمرك ما تلقاه يتكلم ولا يدير مداخله ولا هذا. غريبه، هذه غريبه، كتجيني انا غريبه مثلا، عمرني كنستغرب ليها دائما. كتلقى مثلا بعض المرات مواضيع في غايه الاهميه تقدر يتم تناولها بواحد الطريقه اللي سطحيه، كتجيب لها واحد الصحفي ضعيف اللي يقدر اسئلته يعني ما ضابط لا طريقه باش يسول ولا الطريقه. هذه المسائل اللي هي شويه ضعفات المردوديه ديال القناه، وهذا التخبط ديال واحد الوقيته القناه ولا فيها ترفيه ولا فيها المسلسلات ولا فيها كذا، شويه عاود ترجعت عاوتاني الاخبار، شويه مشات الاخبار المحليه، شويه تجي دير برنامج سياسي تجيب مسؤولين حزبيين، كتجيب زعيم ديال الحزب وما كتجيب معاه حتى ضيف اخر، كتجيبو يقول لي بغا بوحدو، ما تجيبش معاه معارضه ولا تجيب معاه فرقاء اخرى يفتحوا النقاش. بمعنى كاين الفلسفه ديال الاشتغال فيها مشكل، فلسفه الاشتغال فيها مشكل. اما انه يثار النقاش الان في وسائل بعض وسائل الاعلام، في كيديروا نقاش ديال بعض الاخطاء البشعه اللي ولات كتوقع، يعني اساءات معينه تدوز مثلا، خطا راه وراه خطا تقني ولكن راه كيولي عنده ابعاد سياسيه، هذا كيولي نقاش اخر عاوتاني. انه يوقع بحال هذا الشيء في قناه، علاش ما كيوقعش في الاولى؟ علاش ما يوقعش في دوزين؟ هذا هو السؤال، علاش خطا؟ علاش الاولى عمر ما وقع فيها هذا الخطا؟ انا واحد النهار كنا سي عبد الرحيم واحد النقاش مع بعض الاخوان في الاولى، كنقول لهم مثلا المركز السينمائي المغربي كينوض كيعطي تمويل الفيلم، الفيلم شويه كتلقى مدوز لك الرايه ديال بوليزاريو، ولا مدوز لك اغنيه ديال بوليزاريو، ولا جايب لك شي واحد كيصور لك مع شي حاله معينه مثلا كتخدم لك الدعايه ديال بوليزاريو، والتمويل ديروا المركز السينمائي المغربي. علاش الاولى ما يوقعش فيها هذا الشيء؟ علاش الاولى عمره ما داز فيها شي فيلم وثائقي فيه بحال هذا الشيء؟ علاش الاولى عمره في الاخبار ديالها ما وقع بحال هذا الشيء؟ المساله فيها ببساطه هو انه القناه واش كاين اداره، كاين حريفيه، كاين خبراء كيخدموا الامور مضبوطه كيردوا البال للكلمه واش ما كيتقال واش ما كيتقالش ام لا؟ ام انه الا كنا بغينا نديروا قناه دوليه مثلا ميديا كتعامل على اساس انها قناه دوليه، يعني غتنافس لنا فرانس 24 وغتنافس لنا روسيا اليوم وتنافس لنا كذا، خاصها تطرح على راسها سؤال، راه ما يمكنش تكون قناه دوليه موجهه للراي العام المغربي. قناه دوليه واش بحال فرانس 24 واش كتخاطب الفرنسيين؟ روسيا اليوم كتخاطب الروس؟ واش السي سي تي في هذيك ديال الصين كتخاطب الصينيين؟ الجزيره قناه دوليه كتخاطب القطريين؟ هذا سؤال خاصك تطرح على راسك السؤال، شكون هو الجمهور اللي كتستهدف؟ قناه دوليه وكتخاطب المغاربه وكتنقل لهم اخبار دوليه، واش كتنقرها واش بالطريقه كتنقلها؟ واش عندك المراسلين، عندك شبكات المراسلين، عندك الامكانيات باش تقدر توصل تنقل الاحداث من اليمن ومن غزه ومن هذا وهذا؟ يعني شوف دابا تخيل معايا شحال هي وقع الاحداث ديال غزه، شحال معاك كتوقع الاحداث ديال غزه؟ اول مره كيمشيو في العوام، اول مره هذا العام، اول مره كيمشيو في العوام، لا كيمشي كيديروا التغطيه من تما، واش وهذيك التغطيه فيها نقاش؟ يعني ما كاينش شي عمل اللي هو مثلا بحال كيف مديرين تلفزيونات اخرين دوليين وهذا. يعني هذه اسئله تطرح بطريقه يعني مهنيه تقبلوها هذا انتقاد بناء، حاجه اخرى عاوتاني، واحد المساله اللي مهمه نقولها انا من يعني من خبرتي الشخصيه واحتكاكي بوسائل الاعلام الدوليه والعمل معها، راه الصحفيين اللي تيمشيو يخدموا في وسائل دوليه سواء يكون مغربي ولا يكون من خلفيه يعني من اصول جزائريه ما تهمنيش، ملي كيكون واحد المغربي ويمشي ويخدم لك سنوات طويله في مؤسسه اعلاميه دوليه، راه الطريقه باش كيولي يشوف الامور كتختلف، راه ما كيبقاش يعني خاصك الا جبتيه حطيتيه في قناه وطنيه راه خاصك تفكر بانه راه خاصك تعرف تقول ليه اشنو مطلوب منه، راه الا كان غيخدم بنفس الطريقه، رانا كنعرف صحفيين مغاربه وكانوا خدامين في وسائل اعلام دوليه خليجيه وغير خليجيه، كتلقاه كيولي كيتعامل مع الجزائريين اكثر ما كيتعامل مع المغاربه، كيستقبل الجزائري في المكتب ديالو ما يستقبلش المغاربه كاع، يعني هو كيولي خدام بطريقه اخرى، كيولي خدام كيقدر يخدم لك في قناه مثلا فرانس 24 كتلقاه راه خدام مع التوجهات ديال هذيك القناه،
هو ابلتي غير اسمح لي اسمح لي سمعك بمعنى هو راه الصحفي ملي مشات ما راه ماشي مسيس ولا مؤدلج ولا شي واحد اللي راه هو تقني راه هو كيدير عمل تقني وهذاك العمل التقني كيخليه تصرف ليه المخ مجموعه ديال المعتقدات كيولي يجيب الطريق اللي يصرفها عليك فخاصك ترد البال شنو كدير بمعنى ملي كتجيب واحد مسؤول معين من قناه دوليه واخا يكون مغربي او لا يكون اصول جزائريه ولا يكون حتى جزائري ما كيهمنيش هذا المعطى ماشي مهم نهائيا اللي مهم هو واش كاينه فلسفه معينه ديال الاشتغال كاينه رؤيه معينه للاشتغال والا راه غنبداو شي تيبني وشي تيريب غنقولوا شي تيبني وشي تيريب ما غنبقاش الخدمه مقاده بحال غنقولوا لاعبين فرقه لاعب الكره وكاين النص ديالها ما لاعبش اصلا وداك شي اللي لاعب شي لاعب ضد شي هنا راه ما كنبقاوش لاعبين ما كنبقاش نلعبوا شوف سي عبد الفتاح مزيان هذا مزيان هذا النقاش وحنا كنهضروا هنا كخلي كنهضروا كاعلامي اول حاجه هضرتي عليها دابا الناس كلهم كيحسوا بانه كاين واحد تحول تراجع في القناه باش نكون واضح ماشي هذه هي ميديان اللي انا كنهضر من خلال تجربه ماشي هذه هي ميديان اللي كنا اللي كنعرف انا ماشي هذا هو الدور ديالها غيخرج شي واحد يقول لي لا انا فاهم نقول لي انا فاهم هذه القناه ماشي هذا هو الدور ديالها اللي تحطات عليه هذه القناه هذه القضيه الثانيه قضيه الصحفي الجزائريين انا غنقولها على الشهاده ديال ما كاين صحفي جزائري مستقل ما كاين صحفي جزائري يقول لي بانه مستقل علاش عندهم واحد المشكل كبير كاين اللي عنده العائلات ديالو تما الا ما نفذش داك الشيء اللي كيقولوا ليه العسكر كيحاصروا العائلات ديالو بحال ديك القضيه اللي ديال البوليزاريو يخرج واحد وراه بقات العائله ديالو ثالثا من خلال شهادته حنا كنسولوا انا سولت كاينين اللي دابا هما هنا جاوا لهاد القناه هذه ما كانش عنده علاقات مع المغاربه ما كاينش علاقات مع المغاربه رابعا وغادي غتلاحظ غتلاحظ حنا 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 موضوعين في اللائحه السوداء ديال فرنسا 24 وديال سكاي نيوز خلي الجزيرة الجزيرة هذيك حاجة أخرى بسبب من بسبب حنا كنعرفوا المواقف ديالنا حنا بسبب المواقف ديالنا حنا من القضية ديال الوحدة الترابية ديالنا وهذا الصراع مع الجزائر حنايا جينا دابا المدة اللي وقع تغيير في القناة باش نكونوا واضحين أنا نهضر على تنتسي عبد الفتاح ما بقاتش ديك البرامج اللي كنا كنشاركوا فيها تماما نهائيا ما بقاش عيط عنا حنا شي واحد ما معنى هذا واش حنا غنتحطوا في اللائحة السوداء هنا شريكه ما عندنا ما نقولوا حنا دابا هنا واش موضوعات كانت وما بقاتش موضوعات واش ما كاينش موضوعات على 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 الجزائر ما كايناش غير اللي قراو اشاره ويجاوبني شي حد يقول لك جاوبنا عطينا جواب انا كنقول هذه القضيه علاش ما بقيناش حنا نهائيا ماشي بقيناش حنا ما جيب ماشي ضروري حنا نبقاو ديما ما غنبقاوش ابديين حنا ولات عندنا القنوات ديالنا فين كان فين كندوزوا الرسائل ديالنا وكنتشافوا اكثر ما كنهضروش ولكن علاش وقع التحول علاش كاين التحول راه واحد النقطه الخامسه انتبهوا معايا على هذه القضيه حنا كنهضروا على المبادره الاطلسيه ياك السي درنا المنتدى ديال المبادره الاطلسيه ومشينا حنايا درنا نقاشات متفقين والمبادره الاطلسيه فيها الولوج ديال دول الساحل كاينه ولا ما كايناش فاش حنايا وهذا التزام ديال الدوله ديالنا كيفاش حنايا اللي خصنا نشجعوا الساحل ونسلطوا عليه الاضواء نجي أنا في القناة كنشوف هديامات التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل أو هاد الخطاب شكون كيخدم تاش كديرو تاش كتقول لي دير اش كدير تما اللي غيسمعني أنا واحد هنا مالي ولا كذا اش غيقول واش غنسمع خطاب ديال واحد أنا اللي كنعرف وهو بوركينا فاسو نفس الخطا اللي دارو الجزائر مع دول الساحل لا هادي الجزائر كيسمحوا هما باغيين يخرجوا داك الخطاب الجزائر القنوات ديالهم كيقول لك الساحل في الإرهاب لا سي الإرهاب كاين في الجنوب ديال الجزائر ديال الجزائر وكالة الاستخبارات قالت لك بانه جيت تندوف كيفاش كتمشي الساحل حنا الساحل بالنسبه لنا الاخوان ديالنا حنا باغيين اننا دخلناهم معنا باغيين نبنيو الاستقرار هذه المنطقه ديال علاش ما نديرش برنامج على الطرق التجاريه اللي كانت تما علاش ما نديرش على الساحل راه كان هو المنطقه ديال الطرق التجاريه اللي كدوز منها علاش ما نديرش برنامج على الطرق ديال الحج اللي كانت كدوز من تما علاش ما نديرش على التجربه ديال مالي كيفاش طلعات وشكون السبب اللي كان دار هذه الامور هذه علاش ما نديرش على ان الجزائر مستقبله زعيم ديال تنظيم ارهابي كيصلي في الجامع ديال بوتفليقه علاش هذا هنا هنا كنولي انني كنمشي مع التوجه ديال البلاد ماشي نجيب على التنظيمات تما ومشى والخطير في الامر وهو ربعه اللي كيحلوا في هذاك البرامج اللي داروا هذاك البرنامج وما عارفينش السميه ديال التنظيمات الارهابيه وكلشي تبدل كل الاخطاء كتمشي تما
هذا شكون حنا ما بغيناش نهضروا في هذا الجانب هذا. غايقول لك شي واحد غنقول له شو عندنا تجربه في الاعلام كنعرفوا اش كاين كنعرفوا مثلا كينيا العلاقات كتقرب للمغرب كاين واحد التحول كبير عطاف اشكا شي جري لكينيا انا شنو المعنى ديالها انا كباحث كنعطي المعنى كنقولوا الدبلوماسيه الجزائريه اش كدير عارفين ما يحرك المغرب شي حاجه تمشي تجري هي تما خلاص هذه مواضيع اللي خصها تناقش كيعرفوا هما الصوره ديالهم هادشي ما بقاش السي محسن باش نقولوا ومره اخرى كنقولها عبيده تما باقي نقولها الاستاذ ديالنا كاملين كما عندنا الاستاذ في القناه الاولى الاستاذ ديالنا هو سي مصطفى العلوي اي الله يذكره بخير العالمي تمام فيها والقناه الاولى باش يكونوا موضوعيين فيها الخبراء اي تماما ديالنا سي سي اوبا سي اوبا وسي سي ادريسي سي ياسين وسي اوبا ادريسي وسي عبد الله الشقر هادو في دوزين باش ما نكروش زعما حتى هي تماما سي خالد مصطفى وي راه دابا خالد مصطفى وي راه هاد الاخطاء غيقول لي شي واحد كيفاش غنقول لي غنطلع انا منار سليمي ولا غيطلع نعوم ولا طلع حتى سي محسن وغتكتب شي حاجه لتحت غتكتب شي حاجه لتحت خاطئه يمكن دار يمكن دار قصدنا يمكن دارها سهله العمليه انا كنفهم في هاد الامور ديال غيديرها تما ويقول سليمي كذا كذا شي عنوان ملاوط غيصوروا يتصور ويخرج غيتحسب عليا انا لان الناس غيتحسب عليا ومن بعد غيقول لك نعتذروك لان واحد الصحفي دار خطا ويقدر يعاقب داك الصحفي كاع هو غتولي ليماج ديالي انا اذا هنا انا بعدا هذيك سكاي نيوز راه مشيت ليها كنعرفها وكان عندي تعاقد معهم كنعرف الامور تما سمعتي وفيها الصديق ديالنا السي يمكن راه عندنا واحد خبير كاع بلاصتو هو السي انس الفارسي عبد الرحيم الفارسي انس راه دوز المانيا ودوز ومن المؤسسين ديال انا الصديق ديالنا حنا عثمان النجاري اللي كنهضر عليه انا استاذ بمعنى الكلمه رائد في الاعلام عثمان راه دوز شوف عثمان دوز الاذاعه في البدايه ديالها الاذاعه ديال ميديا دوزها في البدايه ديالها وجال التلفزيون عثمان ما كاينش الخطا نبيل نبيل تعيين مدير من بعد شوف تعيين مدير واحد تعيين مدير شوف الصحفي الاذاعه راه ما مستفدينش منهم مزيان في الميديا شوف نبيل نهضروا على نبيل شوف نبيل ملي تعيين مدير نبيل كيهز التليفون ويعيط لك لا هو لا سعيد باش نكونوا واضحين صحابنا كيعيط عليك كيقول لك حنا راه غتكون عندنا الاخبار كذا وكذا حالك مقاده نبيل كيعطيك الامور نبيل محترف ونبيل انا والله الا كنت فرحان نبيل هو سعيد علاش كنقول لها ما عندنا جوج مديرين جايين ايوا نبيل ومدير سميتو يمشيو بين عشيه وضحاها ما غندخلوش بزاف هاد الامور راه تمشطوا الاعلان ديالنا غايقول لك شي واحد غتدخلونا حنا ما كندخلوش حنا اعلاميين حنا اعلاميين حنا تبدلات قناه هذا بعدنا عندنا دابا كاينه بناصه شوف كاينه بناصه تبدلات القناه ما بقاوش محتاجين حنا في دوك البرامج ديالهم صافي مشى هذاك الشيء صافي انا بعدا واحد القضيه للامانه غنقولها ما كنبغيش نقولها انا تما شحال من واحد كان في هذه القناه تكون واضح معكم وراه يمكن يقولوها شي وحدين انا الخطاب ديالي كان مزعج شي وحدين تما ما كرهوش شي نهار ما نبقاش مزعج لانني كنطلع راه عارفين الخطاب فين متجهات عارفين ولكن كنا كنفتخروا بواحد القضيه شنو هي كطلع راه يمكن نرجعوا للعدد ديال المشاهدين ما كاين حتى مشكل احصائيات طورنا تجارب منها الخطاب الملكي السامي بمناسبه عيد المسيره ولا عيد العرش كان شنو مباشره كنبداو التحليل هذه تجربه طورناها انا شوف كان عندي فيها واحد المباشر خطير ويقول لي شي واحد لا راه سكاي نيوز غنقول لي سكاي نيوز يرجعوا لسكاي نيوز النهار كنت انا في الامارات كان عندي عقد معهم كنطلع باستمرار وسكاي نيوز نهار وقعت الاحداث ديال الصحيفه ديال باريس الاحداث ديال باريس اللي وقعت شحال جلست انا في الاستوديو شحال تقول جلست انا سبعه سوايع متتاليه وانا كنعلق على هذاك النهار على هذاك الحدث سبعات سوايع
وتبدلوا الصحفيين وقيس هذا جالس تما. اش ما يقولش شي واحد راه سميت، حنا راه كنهضروا على درايه ولكن ما كنفرضوش على شي واحد. كما قال لك السي عبد الفتاح، قضيه ديال الرؤيه، اش باغين في الاعلام؟ وحنا راه في المرحله ديال الحرب اعلاميه الحرب اعلاميه. بعد الشيء هذا لقى، شوف القنوات الاخرين كيديروا الدور ديالهم، راه كيديروا الدور ديالهم. هنايا مشكل خاصو يتناقش، يعرفوا فين غاديين. وسمعنا هذه القضيه ديال القطب عمومي، ما 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 وكيمشيو الناس دابا غدا الا مشى نبيل هو وسعيد مشاو، راه ضاعت القناه مشات تماما ضاعت نبيل وسعيد، ما كاينش خلاف على الخدم. نعطيو بلاتي واحد القضيه بعدا، بلاتي واحد مساله. انا راه اليوم راه استثناء، راه حنايا مع انا راه من عند بيل بريس من المكتب سي ميلود السيد بالقاضي بالمناسبة سيمود بالقضاء كانت واحد وعكة صحية الله يشافيه والله إلا غنعاش. قلت شنو قلت لي؟ قلت لي أنا قلت لي هذا المرور من عندك من المكتب ديال بيل بريس راه غادي نعلنوا فيه الشراكة ديال بيل بريس مع باناصر. لا شوف سيمود ما خلاص سيمود ديال زين عرفت قال لي سيمود قال لي راه قال لي أنا راه ماشي عندي معكم الشراكة، قال لي اختار من الشراكة قال لك حنا خوت. شوف دابا داكشي ديال عبدان سيمود من خيرات الناس. سيميلود كنعرفه انا من 1995 صديق ديالي كان هو استاذ وانا طالب. شوف دابا سيميلود راه استاذ ديالي سيميلود راه تاريخ انا ويا سيميلود، ورجل ماشي رجل محترم جدا واخ بكل راه شوف راه اكثر من خويا التقني ديال سيميلود راه دابا انا سولت عليه راه شفت بانه مشى لشي بلاصه مشى واش مشى برا ولا شي حاجه. انا غادي نتصل به. سيميلود اكثر من الاخ ديالي انا الامانه، ورجل ديال المواقف وديما حاضر معنا في المبادرات ديما حاضر معنا. يوزكش سيميلود، شوف والله الا من الرجال الذي لي سيميلود انا نقدم هذا الحال. من 95 كنعرفو هي ما تبارك عنده شي وعكه صحيه ولا عارف الحادثه، عارف الحادثه اللي وقعت بيناتنا مع البديه انا وياه من تما تصاحبنا. كورا خاصو يكون معنا في شي نهار في اللقاء ديال بناصه، هو المفروض راه كنكون معنا هذا النقاش الاعلامي. تحيه للسيميلود، تحيه ليه، لا غادي نتصلوا به. تحيه للسيميلود، تحيه ليه. سينعوم اختم سينعوم اختم الفقير حاضرنا ساهل. انا صاحب بالنسبه لي يعني هادشي اللي عندي ايوا. الا كان نعلنوا النهايه ديال هذا اللقاء وسيدي تنتوجهوا بالتهاني أولا جلالة الملك أمير المؤمنين وكذلك لكافة أفراد الشعب المغربي والأصدقاء ديالنا والمتابعين ديالنا مناصة بمناسبة حلول العيد في انتظار التأكد من رؤية الهلال حسب الخصوصية المغربية اللي تكلم عليها السي نعوم مشكورا. ماشي بحال ليلة الشك، ماشي ليلة الشك، ماشي ليلة الشك، ليلة الشك. أزيدي السي عبد الرحيم، حنا عندنا لقاء موعدنا هذا الفطور ان شاء الله. لا سي عبد الفتاح مالو ما غيكونش السي عبد الفتاح قال لك واقي لا لا عندي غادي نتواصلوا 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 زعيم 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 السي عبد الفتاح بالله مشي تا هو خصنا نعيطوا عليه نشوفوا نعيطوا عليه حتى هو ضروري. أزيدي العيد راه ضروري يكون ان شاء الله ان شاء الله وشويه. أسيدي مشكورين، شكرا لك السي نعوم على العناء اللي تكبتي. لا 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 بالعكس، لا شوف دابا حنا بالعكس عرفنا اليوم عندك كان عندك ظرف خاص، ولكن شوف بعد الحاجه اللي اليوم هي انه رجعت الصرف ديك من العمشي، لان الاسبوع اللي جا عندي هو دابا كنعيط ليه اليوم ما كيجاوبش. ثاني حاجه هضرنا مع السي ميلود بالقاضي وعرفنا انه كان عنده واحد الظرف صحي وجددنا به الاتصال، هذا هو كان ايوا. دابا تواصلوا معاه، دابا تواصلوا معاه. شكرا السي نعوم، شكرا السي عبد الرحيم، الى لقاء قادم ان شاء الله. تحياتي لكم، الله وراكم، تحيه لكم.